لمسلسل الانتقام السياسي واستهداف الكوادر الفاعلة في الوسط الاجتماعي، تستمر حكومة الوفاق الوطني برمي سهامها وتسديد ضرباتها الفاشلة بعد تهميش دور الكثير من المؤسسات الحكومية الرقابية. وفي حين يفترض بالحكومة الحفاظ على بناء المؤسسات المحلية وكوادرها الإدارية كنقطة مهمة لنجاح العملية التنفيذية للمبادرة الخليجية وركيزة أساسية لجني ثمار الحوار الوطني الشامل، أصدرت وزارة الشؤون القانونية فتواها بإلغاء المجالس المحلية ومصادرة جميع صلاحياتها، ما يعد منافيا للقانون والدستور وخطوة في سياق إنهاك الديمقراطية ودك إحدى منجزات الوحدة اليمنية المباركة. كون تجربة المجالس المحلية في اليمن من أجرى الإنجازات على مستوى المنطقة وفق لوصف خبراء دوليين لليمن بالبلد المتفوق والسائر في طريق تعزيز نهج الديمقراطية واللامركزية، عبر كل أبناء الشعب بمختلف أضيافهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية بآرائهم، وانتخبوا في العام 2006 من يمثلهم في المجالس المحلية لكل دائرة في مختلف محافظات الجمهورية بشفافية وحرية مطلقة شهدت بها الرقابة الدولية. وإذا كان إصدار الفتاوى السياسية والدينية في وقتنا الراهن غدا أسهل ما يمكن الحصول عليه من غير علم أو دراية، وهو ما حدث للمجالس المحلية التي كان لها دور فاعل خلال الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن، ولا زالت إلى اليوم تتكبد أعباءها الاقتصادية والثقافية في تماسك المجتمع وضبط النفس ولم الشمل بشرعية القانون ورؤية الدستور. فتوى إلغاء المجالس المحلية تأتي امتدادا للحملات الإعلامية التي شنتها بعض الجهات على السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب لتقويض دورها في مساءلة واستدعاء أعضاء الحكومة، وسعيا لتهميش هذه السلطة وجعلها سلطة خاضعة للأوامر والتوجيهات. محمد شمسان، اليمن اليوم.